السلام عليكم. شلونك اخوي؟ ان شاء الله بخير، ربي يحفظك. شنو مخالفتك؟ الحزام. نعم. الحزام فالت عندي البارحه فلت. تمام. اثناء ما دا استخدم الظهر مالت البرغي فالت او شيء. نعم. اللي بالعتله فلت مني. تمام. احنا واجبنا هو نشر الوعي والثقافه المروريه، نتمنى منك تعالج الموقف عمود، ما تعرض نفسك للمخالفه. نصيحتك الى اخوانك سائقين المركبات فيما يخص هذا الموضوع. احنا والحزام من اجل سلامتنا مو اكثر. اكيد. وبالاخص يعني اذا نريد احنا نوعي اكثر بخصوص السرعه. نعم. صراحه ست يعني ترى هو الحزام مو راح يحمي من القدر اللي يصير اذا كان السائق يمشي بسرعه، يعني خلينا نقول تتطابق ويا الشارع، يقدر مثلا يلحق على بريك، يقدر يلحق على شيء، لان هي السرعه اللي تؤدي للكوارث. تمام. مو الحزام، يعني الحزام اذا يريد يحمي يريد يحمي شيء بسيط، بينما السائق اذا كان عنده وعي. تمام. لا هنا أنا كان رايك محترم، لكن انت تقود بسرعه معقوله. نعم. صح؟ لكن بعض سائقين المركبات للأسف الشديد أكو متهورين في قيادة المركبة. بلي. بالإمكان يصطدم بسيارتك. نعم. وأنت ضمن الحدود اللي دا تتكلم عنها. بلي. راح أنت تتأذى. صحيح. أكثر. بلي. شفنا كثير من الحوادث سائق المركبة بعيد الشارع عنك، أخاف يقول مفاول لك. نعم. يطلع من الجامد. أي بلي. بسبب سرعة أثر حادث يصير من شخص آخر. نعم. هو أنت مثلا نقول محافظ على السرعة. نعم. لكن وضمن الحدود المعقولة وما مرتدي حزام الأمان، لأنه بس تعرف بنفسك ما راح رجعنا لنفس نقطة البداية. اي لكن رحم الله. اي بس أنا بنفس الوقت أنت شلون تحمي نفسك؟ احنا هذا الشارع جداً الشارع كل شبي الحزام جدا صح؟ ايه. فاحنا نتمنى أضرار. أضرار. أنا أتمنى لك كل صحة والسلامة. نتمنى تتوجه تعالج الموقف إن شاء الله. أتمنى لك كل صحة والسلامة.